حدث من الإخبارية السورية في دمشق. وحدات من الجيش العربي السوري تحكم سيطرتها على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة وتقضي على العديد من الإرهابيين بريفي درعا ودير الزور. خروج دفعة جديدة من الأهالي معظمهم من النساء والأطفال من أحياء حلب الشرقية. موسكو تشدد مجددا على أهمية القيام بخطوات عملية للفصل بين المعارضة والإرهابيين في سوريا. أهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من استوديو الحدث. عمليات مكثفة ومركزة لرجال الجيش تشمل عدة محاور من الشمال إلى الشرق إلى الجنوب، فمن السيطرة على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة إلى الضربات المحكمة في ريف درعا وصولا إلى ريف حماة الشمالي، حيث القضاء على عشرات الإرهابيين في مورك وشرق البويضة وصولا إلى حلب وريفها، حيث تفرض وحدات الجيش والحلفاء إيقاعا سريعا خاطفا وناجزا للمعارك بمواجهة الإرهابيين الذين يستغيثون ويتخبطون شمالا ويمينا. وما الاستمرار في الاعتداء على المدنيين بالقذائف إلا دليل على حجم المأزق الذي تعيشه الجماعات الإرهابية والتي تحاصر المواطنين في حلب الشرقية وتمنعهم من الخروج كما تمنع عنهم الطعام والماء. ولكن إرادة الناس في حلب، كل حلب، أقوى من قذائف الإرهابيين. دفعة جديدة من الأهالي معظمهم من النساء والأطفال تمكنت من الخروج من الأحياء الشرقية لحلب، حيث كان في استقبالهم بمبنى فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم. الأهالي الواصلين من أحياء حلب الشرقية تحدثوا عن معاناتهم الصعبة والمأساوية بسبب العصابات الإرهابية التي كانت تحرمهم من كل مقومات الحياة وتمنع عنهم الطعام والخبز والدواء، لافتين إلى أنهم حاولوا مغادرة الأحياء الشرقية لحلب خلال مدة التهدئة وفتح المعابر من قبل الدولة، إلا أن الإرهابيين منعوهم بقوة السلاح. الأهالي أشاروا أيضا إلى أنهم حاولوا بشتى الطرق الهروب من تلك الأحياء وقد نجحوا أخيرا ووصلوا إلى أقرب نقطة للجيش العربي السوري، حيث تلقوا أفضل معاملة وتم تأمين كل احتياجاتهم، موجهين الدعوة لكل أهالي الأحياء الشرقية للانتفاض في وجه الإرهاب. يعني والله إيش بدي أقول لك، يعني حرمونا من كل شيء، حرمونا حتى نشوف أهلنا، حرمونا نشوف قرايبنا، حرمنا من كل شيء. يعني أبسط حقوق الحياة حرمنا منها، هي المي والكهرباء، في أقوى من هيك؟ حياة مأساة، يعني إيش واحد إيش من وصف لك عليه، يعني حياة مأساة، مأساة لأبعد الحدود. يعني لو ما الله وشباب ابن الدولة نسقنا معه ما حسدنا نطلع. شو كنتوا عايش؟ كيف كنتوا عايش؟ عيشة زفت، يعني أبسط شيء الخبز، هاي أبسط مادة ما في. نهار إيه نهار لا، لك خمس رخبان ست رخبان، نهار إيه نهار لا، إذا عندك ولد أو عندك خمسة. احكي عن المظاهرات اللي طلعتها. طلعت بالفردوس مظاهرات ضدهم ومقتلوا اثنين مدنية. محافظ حلب أكد أنه تم تأمين كل احتياجات هؤلاء الأشخاص، وكل من وصل من الأحياء الشرقية هو محط اهتمام ورعاية من الدولة
انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كل مواطن سوري. وميدانيا تمكنت وحدة من الجيش والقوات المسلحة من إحكام سيطرتها على تلة النقار الغربية شرق طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وأمن الطريق مزارع الأمل حضر. تقدم مستمر ترسخه وحدات الجيش العربي السوري على كافة محاور القتال. ففي المنطقة الجنوبية عملية نوعية أحكم الجيش العربي السوري خلالها سيطرته على تلة النقار الغربية شرق طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وأمن طريق مزارع الأمل حضر. تأتي أهمية السيطرة على تلة النقار كونها تشرف على خندق حفره الإرهابيون بعمق مترين، وبالتالي فإن السيطرة عليها تمنع تسلل الإرهابيين إلى الطريق، إضافة إلى السيطرة نريا على موقع كروم الكشة إلى الغرب من التلة. ضربات محكمة تكبد الإرهابيين خسائر مستمرة في ريف درعا، قضت فيها وحدات من الجيش السوري على العديد من إرهابي تنظيم جبهة النصرة على طريق طفص اليادودة وشمال مزرعة البيطار. في ريف حما شمالي وحدات من الجيش والقوات المسلحة تقضي على أكثر من 50 إرهابيا وتدمر لهم مقر قيادة ومستودع ذخيرة وستة سيارات، بعضها مزود برشاشات ومربض في موريك وشرق البويضة وسكيك وعطشان ووادي حوير. وميدانيا أيضا خط الدفاع الأول للتنظيمات الإرهابية في محيط دوما يتهاوى، خاصة بعد سيطرة الجيش على بلدة ميدعاني الفاصلة بين البادية السورية والغوطة الشرقية. التفاصيل في هذا التقرير. بعد السيطرة وتل الصوان في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بدأت خطوط الدفاع الأولى للتنظيمات الإرهابية في محيط دوما بالتهاوي. بلدة ميدعان الفاصلة بين البادية السورية والغوطة الشرقية كانت تعتبر ممر إمداد للإرهابيين القادمين من الأردن باتجاه منطقة اللجات في درعا وصولا إلى مناطق سيطرة الإرهابيين في محيط دوما. الجيش العربي السوري وبعملية عسكرية استمرت لساعات تمكن من التقدم والسيطرة على مناطق جديدة شرق بلدة ميدعاني وحوش الظواهر القريبة منها، ليحكم بذلك السيطرة النارية على المنطقة. مدرعات الجيش تقدمت أيضا وعلى عدة محاور وقامت بعملية إسناد ناري للقوات. وحدات المشاة في الجيش تمكنت من اقتحام الخطوط الدفاعية الأولى للإرهابيين في محيط ميدعاني وحوش الظواهر. العملية العسكرية مكنت الجيش من تثبيت مواقعه في عدد من المزارع والأبنية الحاكمة ناريا وتضييق الخناق أكثر على إرهابيي الغوطة الشرقية، إضافة إلى قطع الطريق أمام أي محاولة تسلل للإرهابيين إلى الغوطة الشرقية. وحدات من الجيش والقوات المسلحة تقضي على أكثر من 30 إرهابيا من تنظيم داعش في حيي الرجدية والصناعة وقرية الجفرة بدير الزور وعلى طول الساتر الشرقي للمطار العسكري. كاميرا الإخبارية رافقت الجيش العربي السوري في تلة الموارد المائية بمدينة دير الزور وعادت بهذا التقرير مع أحمد الحمدوش.
الكاميرا الإخبارية السورية الآن متواجدة في تلة الموارد المائية، هذه التلة التي يحاول عناصر تنظيم داعش الإرهابي التسلل عليها بشكل يومي. هنا خلف هذا الحائط تماما هي مناطق معادية عادة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من هذه التلة. طبعا هذه مواقع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من هنا يحاول عناصر التنظيم التسلل لهذه التلة الاستراتيجية، ولكن عمليات المتابعة لرجال الجيش العربي السوري تمنع كل محاولات التسلل وتكبد المتسللين خسائر كبيرة بالأرواح والعداد. هنا سلاح الجو نفذ غارات باتجاه تجمعات الإرهابيين في الجهة المقابلة لتلة الموارد المائية. طبعا هذه إحدى طائرات الاستطلاع الذي استخدمها عناصر تنظيم داعش الإرهابي لكشف مواقع رجال الجيش العربي السوري، وهذه إحدى الطائرات التي تم إسقاطها في هذا الموقع الذي تتواجد فيه كاميرا الإخبارية السورية في تلة الموارد المائية. ما فتئ تنظيم داعش الإرهابي من محاولات عدة ومستمرة لخرق نقطة تلة الموارد المائية. طبعا من حاولوا بعدة وسائل من التسلل إلى العمق هذه النقطة، أو بالهجوم بالعتاد، أو باستخدام طائرات استطلاع مجهزة بقنابل ثم إسقاط جميع هذه الطائرات. نحن الحمد لله معنوياتنا عالية والشباب كلها جاهز لأي عملية إلهم وللتصدي إلهم، وإذن الله النصر قريب والفرج قريب ونحن صامدين بإذن الله. مبارح تم الهجوم علينا من قبل تنظيم داعش الإرهابي وتم القضاء على بعض المجموعات الإرهابية بتلة موارد مائية وتم تدمير لهم عربات مسفحة ودبابة. من تلة الموارد المائية في دير الزور الإخبارية السورية، أحمد الحمدوش. والإضاءة على مجمل التطورات في الميدان وكذلك في السياسة، أرحب بضيوفي بحلقة استوديو الحدث، الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور، مساء النور. وأيضا معنا من استوديو الإخبارية سيادة اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء أهلا بك. أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. أهلا بك. جملة من الجغرافيات التي وصلها الجيش العربي السوري وثبت فيها، من المهم الحديث عنها لأنها لها تأثير على ما بعدها من المناطق وتأمين محيط واسع، من الممكن أن نراكم على أهميتها اللوجستية كذلك الأمر. لو بدأنا لو سمحت بما يحصل على الخط الدفاعي الأول عن دوما، ميدعاني اليوم تكتسب تحريرها أهمية كبيرة، كيف يمكننا شرح العملية العسكرية التي من خلالها قام الجيش بتحرير ميدعاني والمناطق المحيطة، خاصة أنه كان هناك تمهيد واقتحام في عمق المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون؟ في إطار الدفاع الاستراتيجي الذي تنفذه القوات المسلحة العربية السورية ومعها القوات الحليفة والرديفة، تنفذ هذه القوات مهامها في إطار على كل اتجاه بعملية دفاعية استراتيجية محددة في المحافظة أو في الاتجاه الاستراتيجي على المستوى الوطني. واليوم المعركة التي تدار وتنفذ في منطقة دوما الواقع هي معركة مستمرة في جنوب غرب دمشق وفي شمال شرق دمشق، سواء كنا في خان الشيخ حيث انتهت هذه المعركة باستسلام المسلحين والتحضير لخروجهم من هذه المنطقة، والمعركة ما تزال مستمرة في منطقة شمال الشرق حيث منطقة دوما. في دوما الآن، دوما هي الحقيقة المنطقة المركزية والأكثر أهمية، تحيط بها مجموعة من مزارع، لنبدأ مزرعة أو مزارع الريحان، وباتجاه الجنوب الشرقي هنالك منطقة النشابية وأيضا ميدعاني. ميدعاني اليوم استطاعت قواته المسلحة بهجوم فيه الكثير من المفاجأة، فيه الكثير من التحضير المتقن، وطبعا على أثر تأثير ناري فعال ودقيق، وبناء على معلومات استطلاعية دقيقة وبنيران حازمة وفعالة، تمكنت وحدات المشاة والدبابات من تحقيق خرق واضح وناجح باتجاه بلدة الميدعاني. وبالتالي اليوم اقتربت من تقليص مساحة وجود الإرهابيين في هذا الاتجاه. هذا الاتجاه طبعا بالتزامن مع الأعمال القتالية التي نفذت على طريق حرستا مخيم الوافدين وباتجاه تلة أبا زيد،
وهنالك ايضا تمكنت قواتنا المسلحه من تحقيق انجازات جيده. هذه بشكل متزامن تؤمن لاحقا تضيق مساحه وجود الارهابيين في هذه المنطقه، وايضا تفرض على العقلاء اذا كان هنالك من العقلاء ان يدركوا ان مواجهه الجيش العربي السوري هي مواجهه خاسره. الجيش العربي السوري كان قد اعطى وما زال يعطي فرصا واضحه لالقاء السلاح، للاستسلام، للخروج الامن ايضا يعني لا استطيع القول الان هي مصالحه بقدر ما استطيع القول انها امام مواجهه الجيش العربي السوري هي مواجهه حتميه، النصر فيها مؤكد للجيش العربي السوري ولهؤلاء الارهابيين الذين حضروا ومارسوا كل اشكال القتل بحق شعبنا. نعم. هم خاسرون. نعم، على كل حال عندما نتحدث عن اهميه المنجز العسكري في دوما كذلك ممكن نقرا من ورائه طبيعه القوى الاقليميه التي تدعم هذه الجماعات الارهابيه. دكتور بسام عبد الله، نعرف التواجد السعودي من خلال يعني جيش الإسلام وما شابه ذلك كانت حاضرة بقوة، الآن يتم خرق مثل هذه الجبهات وكأنها تحاصر أو على الأقل لا تبدو قوية كما كانت، ماذا يعني ذلك لناحية الدور السعودي؟ يعني هلا طبعا إذا قرأنا الخريطة الإقليمية والتبادلات التي تحدث الآن في العام هي كبيرة، وأنا أعتقد أن عام 2017 سيشهد المزيد منها، وهذه التبادلات إذا قرأناها بشكل واقعي وموضوعي فهي تسير لمصلحة صمود الشعب السوري ولمصلحة سوريا. البعض يقرأها يعني حتى بعض الذين يعني تقرأين الآن مثلا في الصحافة التي تمولها السعودية مقالات يعني تدل على يأس وقنوط وتعلق بأوهام أو بأحبال يعني أو بحبائل الوهم يعيشونه فيما يتعلق بهذه البؤرة التي خلقوها، سواء فيما يتعلق بالسعودي أو بالتركي الذين يحاولون تدوير نفايات هذه بقايا هذه المجموعات لتحقيق بعض الأهداف أو بعض النفوذ كما كانوا يطمحون سابقا، فهذا الأمر أنا أعتقد أنه فشل. الآن ما يسمى بجيش الوهابية الأصح وليس جيش الإسلام، يعني هؤلاء ليسوا جيش للإسلام، الإسلام يعني أكبر من ذلك بكثير. أنا أعتقد أنه جيش محمد بن عبد الوهاب إن شئتي هو أكثر دقة. هذه التنظيمات التي تلقت دعم وتمويل وتسليح بملايين الدولارات الآن تبدو أنها ليس فقط أنها مضطربة بين وتتراجع بشكل مضطرد كما نلاحظ من الواقع العسكري، إضافة إلى الواقع الداخلي الذي تعيشه والتي ثبت عمليا بأنها غير قادرة، لا يوجد رؤية، يوجد اضطرابات وصراعات داخلية، الأفق لديهم ضيق، إضافة إلى انكشاف أوراق داعميهم على الصعيد الإقليمي والدولي. الآن كل الاتهامات في العالم تسير باتجاه السعودية على أنها داعم إرهاب ومفرخ إرهاب على صعيد الإقليم والعالم. لكن عندما ينكسر التنظيم الذي تدعمه على الأرض يعني بأنها غير قادرة بعد الآن على مده بما كان يعني أساسا يحدث؟ طبعا هو طرق الإمداد أو ماذا؟ هلا هو طرق الإمداد خفت، المال السعودية لم تعد كما كانت سابقا. هذه نقطة مهمة، وهذه نقطة مهمة جدا، يجب أن نقرأ واقع الاقتصادي وليس نحن الذين نتحدث. كبريات الصحف الغربية المهتمة بالشأن الاقتصادي يعني تتحدث عن يعني واقع قاتم للمملكة السعودية. الإجراءات التي سميت تقشفية في السعودية، انخفاض سعر النفط، عدم وجود أفق، حرب اليمن، الانكشاف هذه السياسة السعودية التي تتحدث عن نفوذ للآخرين في حين أنها تدمر البلدان العربية بلد أثر آخر. كل هذه الظروف عليها وليس طبعا عقلنا تأساس طبعا السياسة. لا أبدا أبدا، لأنه المشكلة أن حكام السعودية لو كان لديهم عقل تراجعوا قبل فترة. يعني ولم يكن، كان لديهم دائما نوع من غريزة الانتقام أكثر منها منطق سياسي واقعي يحكم الأداء السعودي. على كل حال كلما تقدم الجيش باتجاه دوما كلما اتسع ربما المنطق الذي نتحدث فيه عن دور هذه القوى، أين كانت وأين أصبحت أساسا القوى الداعمة لتلك الجماعات. على كل حال ليس بعيدا المشهد في حلب والتطورات والمنجزات الميدانية التي أيضا يستكمل بها الجيش ما بدأه قبل فترة، ومن هناك نرصد المشهد عن قرب من خلال مراسلنا أنس رمضان. أهلا بك أنس، يعني منجزات كثيرة وتقدم على أكثر من محور حققه الجيش، ومنها محور منطقة الشيخ نجار القديمة ونحو مساكن هنان وشمال شرق حلب، ماذا في تفاصيل هذا التقدم وكيف يكمل أساسا العمليات التي يستمر بها الجيش لمناطق أخرى؟ الصوت ليس واضح ابدا انس. نعم لو سمحت فقط لو يكون المايك قريب منك علنا نفهم الصوت، محاوله فقط. نعم هنالك
هنالك خصوصية للعمليات العسكرية البرية التي تقوم بها قوات الجيش العربي السوري والحلفاء في الجبهات الواقعة على الأطراف الشرقية من الجهة الشمالية الشرقية. الجبهة الأولى الاستراتيجية التي يتقدم فيها الجيش وتعتبر ذات أهمية استراتيجية هي جبهة بعيدين، لا سيما بأن الجيش يهدف خلال المعارك التي يخوضها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة إلى السيطرة عليها، ما يعني عزل مواقع الإرهابيين في تلك المناطق عن بعضها البعض وشل حركتهم في الأجزاء الشمالية من الأحياء الشرقية، إضافة أيضا إلى عزل الإرهابيين المتواجدين في بستان الباشا وأيضا في الهلوك عن مساكن هنانو. هي الجبهة الاستراتيجية الأخرى التي شكلت عامل ضغط منذ أن أشعلتها قوات الجيش العربي السوري، وتشهد في هذه الأثناء أيضا معارك وسط تقدم بري للقوات قوات الجيش العربي السوري التي تعمل إضافة على هذا التقدم البري على توجيه ضربات قاسمة باتجاه المجموعات الإرهابية المسلحة، هذا من ناحية الغارات التي تستمر فيها بها مقاتلات الجو السورية لا سيما نحو مقرات القيادات قيادات هذه المجموعات وخطوط إمدادهم ومستودعات الذخيرة والأسلحة، ما بطبيعة الحال وجه ضربة قاسمة وشل حركة المجموعات الإرهابية من ناحية الإمداد بالنسبة لإرهابييها المتواجدين في تلك المناطق. الغارات الأخرى أيضا التي يمكن أيضا الحديث عنها بكثافة هي الغارات التي جاءت باتجاه الراشدين الرابعة والخامسة على الأطراف الغربية وصولا إلى خان العسل والمنصورة في ريف حلب الغربي. وهنا دعين وأكد مجددا بأن الحشودات العسكرية هي جاهزة لبدء عملية عسكرية واسعة يمكن لقوات الجيش العربي السوري عندما تشاء أن تشعل عشرات الجبهات سواء الواقعة في المدينة الأطراف الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية والشرقية وصولا إلى الأرياف الحلبية، باعتبار أن الريف الغربي خان العسل والمنصورة باتت وجهة الجيش وهدف قريب من القوات البرية، ناهيك عن الريف الجنوبي التي كسبت فيها قوات الجيش في وقت سابق معركة التلال، أي أعطتها إمكانية التقدم نحو محاور أخرى في الريف الجنوبي أيضا. نعم، على كل حال بهذا القدر من المعلومات منك وأشكرك شكرا جزيلا على أن تكون معنا في نشرة الثامنة الرئيسية على هوا الإخبارية. شكرا جزيلا لك أنس رمضان مراسلنا كنت معنا على هوا الإخبارية. أعود لك سيادة اللواء عباس، يعني دعنا نبقى في حلب بالتحديد بالأحياء الشرقية، يعني عندما يكون هناك بيان للجيش يدعو المسلحين للاستفادة من فرصة المرسوم الأخير الذي صدر يدعو المدنيين للابتعاد عن أماكن تواجد المسلحين وما شابه ذلك مما جاء فيه بيان القيادة العامة للجيش، هل يعني أننا على مشارف الآن وأقرب من أي وقت سابق عملية عسكرية سيعلن عنها في القريب العاجل باتجاه الأحياء الشرقية؟ في الواقع الحكومة السورية والقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة كانت قد أعلنت الهدنة منذ 18 من يعني أوقفت تحليق الطيران الحربي في منطقة شرق حلب منذ 18 شهر الماضي، وبالتالي عملت على إيجاد الفرص المناسبة والمواتية للمواطنين السوريين للخروج من هذه المنطقة، أيضا لهؤلاء المسلحين الذين باعوا أنفسهم للشيطان للعودة إلى حضن الوطن أو للعودة إلى عقولهم، بحيث أنهم يعني أمامهم خيارات محدودة إما الاستسلام أو الخروج إلى حيث يشاءون وإلقاء يعني إلقاء السلاح الثقيل والخروج بأسلحتهم الفردية إلى حيث يشاءون، أو أن أمامهم خيارا أخيرا ووحيدا هو خيار المواجهة مع الجيش العربي السوري، وهذا خيار مواجهة سوف يكون الطرف الآخر هو الطرف الخاسر. لا. اليوم الجيش العربي السوري قال كلمته بوضوح، عليكم أيها المسلحون أن تفسحوا في المجال لهؤلاء المواطنين الراغبين بالخروج أولا، ثانيا عليكم أن تفتحوا مستودعات الأغذية التي يعني التي احتكرتموها وقمتم ببيعها للمواطنين بأسعار هي مساومة على الحياة وهي مساومة على البقاء. لا بل أنني أستطيع أن أؤكد أن الكثير من المواطنين السوريين ربما كانوا قد التحقوا بالعصابات الإرهابية في شرق حلب رغبة في الحصول على الرغيف أو رغبة في الحصول على لقمة العيش من هؤلاء المسلحين. نعم، لكن نعم كل هذا واضح يعني، وكثير من المدنيين حاليا كما قلنا هم يعني دروع بشرية تحت ضغط ربما الظروف انضموا بشكل أو بآخر أو لا حول ولا قوة. الآن عندما يصدر مثل هذا البيان هل يعني بأنه هو حبل النجاة الأخير وبعده سنكون أمام عملية عسكرية وربما لا حديث عن هدن بعد الآن أم لا؟ في اعتقادي القوة العسكرية موجودة وهي جاهزة ومستعدة
والإحداثيات الدقيقة، وكان قد نوه بيان الناطق العسكري على أننا نمتلك كل البيانات أو الداتا والمعلومات المتعلقة بأماكن وجود المسلحين، مستودعاتهم، خزائن ذخائرهم، وقودهم، كل ما مقرات القيادة، كل هذه البيانات موجودة لدى الجيش العربي السوري، إنما يؤخره في اعتقادي مسائل ربما في البعد الأول هي البعد الإنساني. البعد الثاني، يريد الجيش أن تكون هذه المعركة بخسائر صفر، بحيث أن المسلحين يمكن لهم أن يخرجوا بدون اشتباك مع الجيش العربي السوري وقد عادت إليهم عقولهم. والبعد الآخر، إذا لم يحدث ذلك فقواتنا جاهزة وهي مستعدة لفتح النار وللدخول إلى هذه المنطقة رغم تعقيداتها ورغم صعوبة الدخول إليها، لكن جيشنا لا يخف في وجه شيء، قادر على التدخل وقادر على الوصول إلى عمق هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. نعم دكتور بسام، مع هذا التقدم الكبير للجيش في كل أنحاء حلب أساسا، وربما الإعلان عن نية باتجاه الأحياء الشرقية، يأتي اليوم المسعى الأممي يعني ليتحدث عن ربما هدنة في 24 من شهر تشرين الثاني بدون ضمانات حتى الآن أممية تذكر، هل يمكن الاتفاق على هدنة الآن؟ ولماذا مع كل تقدم للجيش يتم طرح هدن إذا كانت الأمم المتحدة لم أساسا تستثمر الهدن التي طرحت في السابق ولم تدخل فيها أساسا، أفشلتها؟ أنا ما من شك أن التعاطي مع الدعوات الأممية هذا الأمر يناقش، برغم من أنه الجانبين السوري والروسي استنفذ كل الفرص وكل الإمكانيات المتاحة، يعني كما أشار سيادة اللواء منذ 18 الشهر الماضي لم يحلق الطيران السوري ولا الروسي في سماء شرق حلب، ومع ذلك فتح 6 ممرات إنسانية وممرين للمسلحين، وحاول كثيرا، والكل يعرف أن هذه الممرات قصفت وأن الناس المدنيون منعوا من الخروج، وأنه لم يتقدم أحد بل رفضوا كل المبادرات على الإطلاق التي تعلق. الغاية هو استنفاذ كل الفرص. هل هناك إمكانية لهدنة أخرى؟ لا أستطيع أن أقرر أو أن أتحدث عن ما هي معطيات هذه الهدنة وما هي الشروط، خاصة وأنه السيد دمستورة أتى مؤخرا يعني بمشروع مشبوه تماما فيما يتعلق بما سماه إدارة ذاتية يساوم على خروج المسلحين بإعطاء ما أسماه إدارة ذاتية، وهذا كان مرفوض جملة وتفصيلا من خلال المؤتمر الصحفي للسيد وزير الخارجية. لذلك أنا أعتقد أنه الآن يجري عملية ضغط عسكري، يعني ما تجري من عمليات الآن كبداية هو هناك في مساكن هنان وفي أكثر من محور، 6 محاور على ما أعتقد حتى العسكريين قد سيادة اللواء يدقق لي، يعمل عليها الجيش من أجل الضغط، يعني يضغط وفي نفس الوقت يحاول أن يرى مدى الاستجابة. إذا كان هناك إمكانية، وهذا طبعا منطقي الأمر، لتخفيف الخسائر البشرية سواء من طرفنا، أيضا نحن لدينا أيضا جنود وضباط يستشهدون من أجل هذه العملية، إذا كان بالإمكان توفير وحقن الدماء فهذا الأمر بالتأكيد ستذهب إليه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. قالت ما ضمانات يعني حتى الروس قالوا شرط، إذا لم يكن هناك أي إمكانية فأنا أعتقد هذه العملية ستسير على خطوات، ستسير بمزيد من الضغط. ولاحظي في كل منطقة، نحن نتحدث مثلا عن دوما الآن، الآن سقوط ميدعاني هو زيادة الضغط على هذه الجماعات المسلحة. خان الشيح، لاحظي العملية تتقدم ثم يجري التفاوض إذا كان بالإمكان إخراج المسلحين لتوفير. إذن البعد الإنساني هو أساسي في هذه العمليات العسكرية. على كل حال، يعني عندما نتحدث عن الأحياء الشرقية وعن ما طرح من قبل الأمم المتحدة، لماذا اليوم الأمم المتحدة تطالب بتهدئة بينما في السابق التهدئات التي يعني أصبحت أمر واقع في فترة من الفترات عرقلتها الأمم المتحدة ولم تدخل فيها ولم تقدم ضمانات، على العكس شوشت الأمم عليها المتحدة اليوم ما الفارق؟ يعني ما الذي اختلف؟ خليني أقول لك اختربة، الأمم المتحدة ليست جهاز نزيه، يعني كي نستطيع تعرف الأمم المتحدة بعد مرحلة أحادية قطبية أنت أمام جهاز مثقوب، يعني من الأمين العام إلى كل المفاصل التي نراها الآن، تجدين شخصيات لا تتمتع لا بالموضوعية ولا بالقدرة على الأقل على نقل صورة موضوعية أو متوازنة. شاهدنا ذلك مع مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي أشار إليه الدكتور بشار جعفر مندوبنا في الأمم المتحدة، ولا كلمة إرهاب في كل بيانه، وكأنه عم يحكي عن شيء يعني عن شيء آخر غير موجود بسوريا. نجد ذلك أيضا لدى مثلا التقارير التي تقدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أيضا سويست برغم أنه هي منظمة متخصصة هذه القضية في القضية السورية، لذلك لا تجد موضوعية ولا نستطيع القول. البعض يقول أن الأمم المتحدة قالت مرحبا أهلين أمم المتحدة، إذا كانت هذه الأمم المتحدة تعكس وجهة نظر قوى أو أطراف معينة الولايات
المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وإذا كانت مندوبة الولايات المتحدة سامانثا باور تكذب وتنافق وتدجل في شرق حلب وتسكت عما يجري في اليمن، فلذلك لا يوجد حقيقة الأمر سوى توازن قوى الآن مع صعود روسيا والصين، وهذا مهم جدا ليعيد التوازن قليلا للحديث، لأنه لا يعقل أن تكون الأمم المتحدة وسيط. يعني ديمستور يأتي ليخرق سيادة الدولة التي هي أحد أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. صحيح. الحديث عن الأمم المتحدة بشأن مروح باتجاه يعني أنه نتخيل أنه هي منظمة نزيهة، هي أكثر منظمات العالم بالمناسبة فسادا إذا أردنا تحقيقات كثيرة، وفي عهد بان كي مون تحولت إلى أكثر منظمات يعني لأنه يعني تحول إلى شكل باهت. نعم صحيح. بدنا نسأل السعودية للإرادة الدولية عن بان كي مون بعد أن السعودية يعني أزاحة كثيرة. السعودية عن لكن كانت كثير باهتة حتى فيها. على الأقل لأنه مسؤولين دوليين هم علاقاتهم أو يطمحون لرضا الغرب والولايات المتحدة. نعم. نعم. على كل حال نبقى في حلب لو سمحت سيادة اللواء ضمن هذه يعني التوقيت المخصص للحديث عن الميدان. هناك ما يحكى عن تسليم سوريا النسخة الأحدث لميك 25 من قبل روسيا وهي مقاتلات، فيما لو صحت هذه المعلومات ولا أعرف إذا كنت تمتلك معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، ما أهمية دخول هذا السلاح إلى الجو في معارك حلب بالتحديد، وما الذي يحصل على جبهة دير حافر شرق الكويرس؟ يقال بأن هناك نشاط لافت للجيش العربي السوري، إذا كان ذلك بأي اتجاه سوف يستثمر مثل هذا الحراك؟ يعني لا نشك يعني أن التعاون ولنقل التحالف والعطاء الإيجابي الذي يقدمه الأصدقاء الروس أو الحلفاء الروس قاموا بتقديم الكثير من الاعتاد العسكري القتالي المتطور، وتعتبر الطائرة ميك 25 الحديثة أو الأنماط الأخرى من الطائرات سواء منها القاذفة أو المقاتلة أو حوامات الدعم الناري، اليوم بات الجيش العربي السوري يمتلك وسائط قتال حديثة جدا وتحاكي الأجيال الأخيرة من القوى الجوية أو الأسلحة البرية أو البحرية التي يمكن أن تزود بها الجيوش الحديثة في العالم. إذن هذه الوسائط اليوم تستثمر بشكل فعال لردع وللقضاء على الإرهاب ومكافحته. طائرة ميك 25 فقط أريد أن أقول إنها اليوم في الماضي كانت تمتلك أعلى سقف تحليق طائرة في العالم، يعني تستطيع الوصول إلى ارتفاع يزيد عن 75 ألف قدم 25 كيلومتر كارتفاع، ولديها قدرة قتالية عالية. لا أمتلك كل التفاصيل للدخول بها، لكن مسألة مطار كويرس ودير حافر طبعا القوات الموجودة في منطقة مطار كويرس وأحييها قيادة وأفرادا وصف ضباط وضباط، أحيي هؤلاء الأبطال الميامين جميعا، اليوم استطاعوا انطلاقا من مركز مطار كويرس أن يشكلوا مروحة كبيرة في منطقة أو مروحة أمان لصالح هذا المطار، وأيضا تمكنوا من استعادة الكثير من البلدات، وتشكل اليوم دير حافر إحدى مراحل التقدم يعني أستطيع القول باتجاه الرقة وربما باتجاه طبعا مسكنة وباتجاه منطقة نهر الفرات. هذا التقدم الكبير، وطبعا هنالك يعني أدركوا جيدا حجم الوجود الداعشي في هذه المنطقة، وأيضا الصمود والبسالة والإصرار من قبل قواتنا ووحداتنا جنودا وضباطا على تحقيق انتصارات وإنجازات في هذه المنطقة. نحن نتحدث دائما عن هذا التقدم، هناك تثبيت ماكن هذه المرة لخطوط الدفاع في كل المعارك التي تجري حاليا سواء في حلب أو في غيرها، ولكن بعد الحديث عن ملاحم حلب الكبرى وإفشالها من قبل الجيش والحلفاء لأكثر من مرة، يحكى عن محاولة خرق من الغرب من قبل القوات المدعومة تركيا، إلى أي حد تعتقد بأنه ما قام به الجيش من تثبيت لوجستيا وتثبيت خطوط الدفاع يمنع أي محاولة اختراق أيا كانت؟ يعني لي أكون دقيقا في الوصف، الجيش العربي السوري اليوم يعمل في حلب على الاتجاهات الأربع. في الجنوب حيث تلة العيس هنالك خطوط ثبات وصمود، وهنالك تدمير متواصل ويومي لا يحكى عنه في وسائل الإعلام لكل المجموعات الإرهابية التي تفكر أو تحاول التقدم اتجاه الجنوب. في الجنوب الشرقي وفي الشمال الشرقي حيث مطار كويرس وحيث هذه المروحة التي تتوسع وتزداد قدرة وتزداد يعني
إرادة وتصميم. يعني أستطيع أن أنقل لإخوتي المشاهدين أن القوات الموجودة في هذه المنطقة تمتلك من دقة النيران ومن ثبات القلب وصمود العزيمة ما لا يمكن الحديث عنه من خلال هذه الإنجازات الموجودة على الأرض، أيضا باتجاه مسكنة وباتجاه الباب وبلدة الراعي. هنالك قوات سورية وقوات سورية رديفة الآن هي على أبواب الراعي، وانطلقت من اتجاه مسكنة باتجاه مسلمية باتجاه الراعي وباتجاه الباب، وهنالك قوات أخرى أيضا تقدمت من اتجاه منطقة كويرس وباتجاه الباب. إذن هذه المنطقة ومروحة الأمال الواسعة تفرمل وتعيق وتمنع تقدم القوات التركية، والآن بات هؤلاء الأتراك على مشارف الباب ولا يستطيعون التقدم بفعل هذا الوجود الباسل والأسطوري للجيش العربي السوري. أيضا دقة النيران، المعلومات الدقيقة، المعلومات الواضحة والتأثير الناري الفعال يمنح هذا الجيش القدرة على تحقيق تميز على الأرض. في اتجاه الجنوب الغربي والانتشار باتجاه الجنوب الغربي، لو سمحت جملة أخيرة في هذا. في الجنوب الغربي في الجنوب الغربي أيضا هناك تقدم وتقدم جيد لقواتنا باتجاه منيان وأيضا باتجاه الراشدين 54 مع فعالية الطيران وحوامات الدعم الناري والقوات الصاروخية في عزل المناطق وتغطية أوصالها ناريا وحرمانها من المناورة أو الاستفادة من أي انتقال لوسائل دعم أو استعادة قدرة قتالية لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة. نعم واضح. دكتور بسام، سؤال أخير فيما يتعلق بموضوع حلب. كما قلنا اليوم مع هذا التقدم تطرح موضوع التهدئة من جديد من قبل الأمم المتحدة، وينال من هذه العملية كل الأطراف الإقليمية والدولية تقريبا في الصف المعاكس لسوريا وتوجهاتها. إلى أي حد اليوم يسعون لتجويف منجزات حلب وهذا الناتج المثالي الذي يحققه الجيش وحلفائه، وإلى أي حد تعتقد بأنه سوريا وحلفائها مدركة تماما لمثل هذا التوجه السلبي، لذلك لا يمكن الموافقة بعد الآن على أي اتفاق سياسي إذ لم يكن مضمون النتائج لما بعد؟ أنا أعتقد موضوع أن سوريا وحلفائها مدركين طبعا هناك إدراك دقيق، واللعبة الدبلوماسية أحيانا تقتضي أن تأخذي وتتعاطي مع كل المبادرات، وبدليل أن موسكو تعاطت مع كل المبادرات طبعا. وبالتالي أنا أعتقد هناك إدراك حقيقي. تجويف الإنجازات طبعا بالتأكيد هم سيبحثون عن كل محاولة، لكن أنا أعتقد واقع المجموعات الإرهابية المسلحة في شرق حلب انتهى. يعني هم بذلوا محاولتين أو حاولوا بمحاولتين، واحدة اسمه ملحمة حلب الكبرى والثانية ما بعرف غزوة مدرمين. هذه التسميات التي استخدموها لم تنجز لهم شيء جديد، الطوق ازداد أكثر فأكثر. يحاولون عبر الدبلوماسية والضغط والإعلام ومجلس الأمن واجتماع خاص لمجلس الأمن لمناقشة شرق حلب، وتستغربين لماذا كل هذا؟ لأنه هذه أزرعهم الحقيقية، عندما تقطعين هذه الأزرع سيصبح إمكانية تأثيرهم في الواقع في معادلة السورية تصبح أضعف، ولهذا أنا أعتقد أنه هذا الأمر سيؤخذ ويعطى به كما يقال الهدنة، وإن كانت من هدنة شباط التي يعني خدع بها الروس وكانوا يعتقدون بأنه بالإمكان أن ننجز شيء ما من خلال التفاهم مع الأمريكان، والتي أثبتت فشلها الآن، إلى أن الروس أصبح بذهنهم واضح الأمر أنه لا إمكانية. أولا طرحوا موضوع فصل ما يسمى إرهابيين عن معارضة معتدلة، وهذا الأمر أيضا فشل. كل الاحتمالات طرحت وجربت بما فيها البوابة الإنسانية التي يتحدثون عنها، ومع ذلك كل ذلك أفشل. ولهذا أنا أعتقد أنه إذا كانت الغاية هو فك حصار عن هذه الجماعات لن يحدث ذلك، لديهم أكثر من تجربة على مستوى سوري، أما أن تطبق كما أشارت الدولة السورية أو أنه ليس أمامهم إلا القتال. وأنا أعتقد أنه لا إمكانية لتجويف هذه الانتصارات، فحلب يعني ستعود يعني كشرقها وغربها ولا إمكانية على الأتقال، وكل هذا عبارة عن وقت مستقطع يمرونه ولن يفيدهم بشيء. لكل حال من طلب لهم بإدارة ذاتية ديمستورة يخرج المدنيون منها أساسا باتجاه الدولة لحمايتهم ورعايتهم كما تابعنا بالأحياء الشرقية الآن. سيادة اللواء، سؤال أخير لك في الميدان لو سمحت، وضمن هذا الإطار نتحدث أيضا عن السيطرة على تلة النقار الغربية في ريف القنيطرة الشمالي شرق طرنجة. هذه الجغرافيا لها أهمية وحساسية
كبيرة جدا في مثل هذا التوقيت على كل ذلك المحور. إلى أي حد تؤمن ناريا مزارع الأمل وأيضا طريق الأمل باتجاه حضر كذلك الأمر وتأمين تلك المنطقة فيما بعد لو أكملت هذه العمليات؟ لا شك أن مزارع النقار ومنطقة حضر يمكن لها أن تكون مترابطة ناريا وتستطيع تأمين الأعمال القتالية بشكل فاعل، كما أنها تفوت على هذا الصهيوني الذي أراد من محاولة إسقاط حضر وأراد يعني مسألة الارتباط ما بين حضر وخان الشيح، ربما كان يعول على هذه المسألة. اليوم خان الشيح سقطت، أو لن تقل هي حقيقة عادت إلى الوطن. خان الشيح استطاعت اليوم قوات المسلحة أن تحقق فيها الإنجاز الأكبر، وبقي اليوم الإنجاز الآخر الذي تتطلع إليه قوات المسلحة بأن تتحرك باتجاه القنيطرة وتطهيرها من هذه المجموعات التي هي ربيبة الكيان الصهيوني والتي تشكل عمقا لليوم، هي في الواقع هي عمق للكيان الصهيوني داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي أراد الصهيوني منها أن تكون له منطقة فاصلة وربما اعتبرها يعني كميليشيات العميل أنطوان لحد على الأرض السورية. يبدو أنها خسرت وهذا الرهان خاسر. نعم، والصهيوني لن يحقق له أي شيء. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة لواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من استوديوهات الإخبارية. أنا أشكرك في هذا الملف ونتوقف مع فصل قصير ونعود لنكمل استديو الحدث. والآن نطلع على أهم المستجدات مع ناصر عقيل من غرفة الأخبار. ناصر. نعم ربا، تحية لك ولضيفك ولكل مشاهدينا في كل مكان. أستعرض لكم آخر الأخبار العربية الواردة إلى منظومة الأخبار. ففي العراق قتل 3 عراقيين وأصيب 9 آخرون جراء وقوع 4 تفجيرات إرهابية وقعت في عدة مناطق في بغداد اليوم. هذا وقالت مصادر في عمليات بغداد أن عبوتين ناسفتين انفجرتا صباح اليوم في منطقة الشرطة الرابعة، وانفجرت عبوة ثالثة في منطقة الشرطة الخامسة في منطقة البياع، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. هذا وأضافت المصادر أن التفجيرات استهدفت تجمعات للمواطنين وسوقا شعبية. في مصر ألقت قوات الأمن المصرية اليوم القبض على 18 إرهابيا من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابية فارين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد بحقهم في البحيرة. هذا وشنت إدارة البحث الجنائي بالبحيرة حملة أمنية على العناصر الإخوانية الإرهابية الهاربة، والمطلوب ضبطها وإحضارها على ذمة قضايا بمعرفة نيابة العامة. كما تمكنت القوات الأمنية بالبحيرة من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة أبو المطامير. في فلسطين المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 فتيان فلسطينيين خلال مداهمات لبلدة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة. هذا وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال دهمت منازل الفتيان 5 وعاثت خرابا وتدميرا خلال تفتيشها لها، وهددت قوات الاحتلال سكان البلدة بالمزيد من الإجراءات القمعية بذريعة قيام أبنائهم برشق سياراتها وسيارات المستوطنين بالحجارة خلال سيرها على الشارع الرئيسي المجاور. من جهة ثانية هدمت جرافات الاحتلال 3 مبان تقطنها عائلات فلسطينية في مدينة بالأراضي المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. كانت هذه آخر الأخبار الواردة إلى منظومة الأخبار في الإخبارية السورية، وأعود إليك روبا وإلى استديو الحدث. شكرا جزيلا لك ناصر. Владимир Владимирович Путин. Yeah.
نية القيام بخطوات عملية للفصل بين المعارضة والإرهابيين في حلب وريفها موقف متجدد كرره رئيس الدبلوماسية الروسية الوزير سيرجي لافروف، مشددا على أن رفض واشنطن تنفيذ الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تم التوصل إليها في أيلول الماضي بشأن تسوية الأزمة في سوريا هو الذي يعيق حل هذه الأزمة. الموقف الأمريكي الذي تحدث عنه لافروف تتوقع موسكو أن يتغير في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، وهي تعول كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية على استئناف الحوار وإقامة علاقات طيبة وعلى قدم المساواة هذه المرة مع الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة رسمياً. فالعلاقات الطيبة بين الجانبين الروسي والأمريكي فيها منفعة كما يرى الكرملين، تنعكس إيجابا على الملفات في العالم والمنطقة ولعل أولها الملف السوري. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون أهمية القيام بخطوات عملية للفصل بين المعارضة والإرهابيين في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السبيل الوحيد لتطبيع العلاقات بين موسكو ولندن هو الحوار المتكافئ والمبني على الاحترام المتبادل، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 والذي يطلب بدء حوار سوري في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة. كما أكد وزير الخارجية الروسي أن ضغوطا دولية وراء رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في استخدام مسلحي حلب مواد سامة، مؤكدا أنها قبلت من روسيا عينات لسلاح كيميائي استخدمه المسلحون في حلب، لافتا إلى قناعة بلاده التامة في استخدام المسلحين في حلب مواد سامة. وفي سياق متصل بالوضع في حلب، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن يان إنجلاند مساعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا يشوه الحقائق بقوله إن تنفيذ الخطة الأممية الإنسانية في حلب يعتمد على موسكو وعلى دمشق. بدوره أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو تدعم خطة الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا، لكنها تريد الحصول على إيضاحات بشأن عدد من القضايا المتعلقة بهذه الخطة وضمانات تنفيذها. والحديث عن كل هذه النقاط أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور بسام أبو عبد الله، أهلا بك من جديد دكتور. وأيضا ينضم إلينا عبر السكايب من العاصمة اللبنانية بيروت دكتور وفيق إبراهيم وهو أستاذ الإعلام بالجامعة اللبنانية، أهلا بك دكتور وفيق. أهلا وسهلا، أهلا بك وبضيفك العزيز أهلا بك. أبدأ معك من المشروع القرار الأوروبي لمواجهة وسائل الإعلام الروسية، يعني دعنا نبدأ من هذه النقطة والذي تم الحديث عنه قبل قليل، على أي أساس ولماذا الآن، وهل يعني بأن الحرية التي يتحدثون عنها كثيرا في أوروبا والتي نسمع عنها أساسا دون أن بتنا نرى ممارساتها على الأرض قد سقطت سقوطا حرا هذه المرة؟ العالم الغربي بشكل عام إنما هو إعلام يبدو حرا لكنه يعمل في مصلحة المشروع السياسي الغربي، يعني لذلك طالما أن هذا الإعلام يتناسب مع المشروع الغربي هو حر، أما عندما يرفض هذا المشروع فلا يعود حرا. هذه الفزلكة الإعلامية للمشروع الغربي، إذ أنه على فكرة الثقافة في العالم هي اليوم ثقافة غربية، يعني لاحظي الوجبات السريعة التحضير، اللباس، المأكل، كله غربي، لذلك الإعلام يتسلل كالهواء إلى بيوتنا ومنازلنا. نعم. ويحاول أن يرسم صور نمطية لكل شيء. حاولوا تشويه سمعة سوريا منذ 2011 بمحاولة تصويرها على أنها بلد إرهابي ونظام إرهابي. اليوم سقطت كل هذه المعطيات، سقطت بشكل كامل. أمس وزير خارجية إيطاليا السابق أدى بتصريح قال أن القسم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة طلبت من إيطاليا في 2013 أن تسلح كل المعارضة السورية. نعم. يلاحظي هذا يعني الكلام الصريح ومن دون أي مواربة.
الاعلام الغربي سقط بضربه قادره وليس اعلاما. بالبدايه كان المستهدف الاعلام السوري في فتره من الفترات بالاضافه الى العقوبات اساسا التي تم يعني فرضها على الاعلام السوري، اليوم الاعلام الروسي، بالتالي كم هو حجم الكارثه التي تسببها لهم هذه الرسائل الاعلاميه ضمن اوساط الشعب في اوروبا وكذلك على مستوى السياسي؟ هذا السؤال كالصاعقة، لأنهم استطاعوا في سنتين أن يخلقوا صور نمطية، يعني لم يعد أحد يصدق أن النظام السوري ليس إرهابيا. هم يقتلون. مرة أنا على البي بي سي قلت لهم اسألوا المرصد السوري لحقوق الإنسان، لك هذا لكم، هذا معارضة يقول لكم 2 أو 3 من القتلى هم من الجيش السوري وهم من العائلات المؤيدة للجيش السوري. لا يريدون أن يصدقوا، هم يريدون فقط أن يمرروا المشاريع. سوريا يا سيدتي لا أهمية، عندما استهدفوها إنما أرادوا أن يدمروا الشرق الأوسط، لأن الذي يعني الذي يستطيع أن يقضي على سوريا يستطيع المرور بسهولة إلى العراق والأردن وكل هذه المنطقة. نعم. طيب أبقى في أبقى في هذه النقطة، ولذلك عندما نتحدث بتنا عن حرية الإعلام في الغرب دكتور بسام أبو عبد الله وحصانته، بتنا نتحدث عن أكذوبة رائجة حقيقة. هلا دعيني أقول في ظل العولمة طبعا. لأنه أنا أتذكر وهذه قصة رويتها في إحدى الصحفيات الغربيات كانت في دمشق، وهي زارت أكثر من مكان هنا ثم التقت معي شخصيا، وقبل أن أبدأ الحديث معها قلت لها هل تستطيعين إذا كنت أنت موضوعية وضميرك فعلا إنساني هل تستطيعين أن تكتبين ما رأيتيه؟ الآن قالت بدون موافقة من يمول الصحيفة، قالت لا. قلت لها إذا من يتحكم بما ينشر في الصحيفة ومن يمول ومن يدير هذه الصحيفة؟ قالت لي نعم. إذن موضوع الحرية الإعلامية ندعها جانبا كما قال الدكتور وفيق فيما يتعلق بمصالحهم، أي هم يسخرون الإعلام لمصالح معينة. هذا السقوط الثاني لاحظناه في الانتخابات الأمريكية، صحيح. يعني هذا نموذج لسقوط هذا الإعلام الذي تحول إلى أنا أشبه بالمات، يعني مثل مول جميل تدخلين إليه شيء يعني كما يقال طريقة عرض البضاعة، لكن في النهاية بده يشارك هذه البضاعة التي هو عرضها، وبالتالي الغرب يريد تنميط كل العالم على وفق لوجهة نظره. ولهذا ضمن هذا الإطار ظهرت قوى جديدة، وهذه القوى روسيا والصين قدمت وجهة نظر مغايرة لهذا الطرح الغربي، سواء فيما يتعلق بسوريا، في أوكرانيا قدمت وجهة نظر أخرى، وفيما يتعلق بالنظر للكثير من القضايا الدولية. جون كيري قبل فترة إذا تذكرين أختوبة أنه تحدث عن أنه في هناك خطر حقيقي نبهت إليه البي بي سي والسي إن إن بأن هناك الآر تي الإنجليزية بدأت تنافس منافسة حقيقية بأعداد مشاهديها، نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من المشاهدين في أوروبا والولايات المتحدة، والسي سي تي في الصينية بلغت حد أنها ليست بل تفوقت على المحطات التقليدية المعروفة مثل السي إن إن والبي بي سي، ولذلك هذه المنافسة الإعلامية بالنسبة لهم تكسر الاحتكار الإعلامي الذي اعتدنا عليه عبر يعني دائما أن وسائل الإعلام أو المعلومة نتلقاها دائما من 3 وكالات فرانس بريس أسوشيتد بريس ورويترز. هذا الكسر الإعلامي الذي استطاع الروس أن يحققوه أو الصينيون أن يحققوه ويقدم وجهة نظر أخرى ورواية أخرى وسردية أخرى لحقيقة ما يجري، قد تكون سوريا هي جزء أساسي مثلا في يوغوسلافيا، لا أحد قدم سردية إلا ما أراده الغرب في أماكن أخرى، في العراق لم نقرأ سردية أخرى، لكن حالة الحرب على سوريا والعدوان على سوريا قدم رؤية تماما مخالفة لما يطرحونه، ولذلك في البداية عاقبوا الإعلام السوري، إعلام المقاومة، المنار، ثم قناة العالم، ثم الآن أتوا إلى الإعلام الروسي ولا ندري إن كان الإعلام الصيني. فرئيس بوتين اليوم علق على هذا الموضوع، الكل يريد أن يعطينا دروس في الديمقراطية، لكن لا أعتقد أن المنع هو أفضل وسيلة. يعني إذا كنتم عم تعلمون الديمقراطية ليس هكذا، لذلك القضية أنهم يريدون هندسة المجتمعات كلها في ظل العولمة، وهذا الأمر فشل حقيقة الأمر. حتى في المجتمعات التي هم ذهبوا إليها، خلينا نأخذ أفغانستان نموذج، فشلوا في هندسة، لا يمكن هندسة المجتمعات ولا يمكن تنميطها ولا يمكن لأحد أن يسيطر على هوية أحد، إنما المطلوب دائما أن تكون العلاقات على أساس متكافئ، ولكن هم بالتأكيد هناك منافسون جدد وسيحاولون منع هذه المنافسة بأي شكل من الأشكال. إذن دكتور وفيق يحاولون منع هذه المنافسة بتجديد العقوبات ربما أو طرح مشاريع تقف في وجه الإعلام الحر، على الأقل نتحدث هنا بشكل واضح، يعني بعيدا عن الإعلام الذي يمارس نوع من الابتزاز، وكما طرح الدكتور بسام أبو عبد الله حال وسائل الإعلام الغربية عند الانتخابات الأمريكية اليوم. طيب دعنا نسأل بالجهة الأخرى، هل الإعلام الغربي
الغربي اليوم وعلى رأسه حتى الأمريكي قادر أن يعني يؤدي رسالته بعيدا عن حالة النفاق الثقافي والسياسي والاقتصادي المصلحي الذي تابعناه في الفترة الماضية، أم ربما من الآن فصاعدا لا نتحدث عن دور وازن للإعلام الغربي في أداء الرسالة السياسية التي تريدها الحكومات في الغرب؟ الإعلام كما يعني يقولون في المهنة الإعلامية، الإعلام ملك صاحبه الذي يعني يمتلك الوسيلة الإعلامية يحدد سياساتها. هلأ في الغرب يتعاملون بشيء من الاحتراف، يعني عندهم طابقان، في طابق داخلي يستطيع الإعلام أن يشتم هذا الوزير، ذاك الوزير، هذه المؤسسة. أما بالنسبة للمصالح الغربية الكبرى، مجرد أن يمسها أي أحد يسقط. لذلك هذا هو الإعلام الغربي، إعلام منافق. هلأ بدليل أن الإعلام الآخر استطاع أن يكشف بعض مضامينه أوقفوه عن الأخبار، يعني مثلا المحطات السورية، المنار كما قال الدكتور، الميادين، روسيا اليوم المحطات الروسية لأنها بدأت تتضايق، هذه المحطات نجحت أن تتسلل من هيمنة فضائية كبرى للإعلام الغربي والإعلام الخليجي، استطاعت أن تتسلل وأن ترسل شيئا من الصورة الحقيقية. حتى الشيء من الصورة الحقيقية ممنوع أن يصل، يجب أن يستمر هذا الضبط الإعلامي من قبل الغرب بهذه الصور النمطية التي قلتها لك. هل أحد يصدق أن النظام في السعودية متقدم عن النظام السوري؟ يعني هل المواطنون في الغرب يصدقون؟ يعني شوفي من كثرة البث مثلا النظام السوري الفاشل الديكتاتوري، هذه لازمة يكررونها حتى أنها تصبح يعني أي كلمة عن النظام السوري من دونها لا أحد يصدق، يقول هناك شيء ناقص. نعم يعني طب لكن هل بعد الآن قادر هذا الإعلام أن يمارس دور الإقناع في الشارع الغربي؟ وهل يستطيع تجميل صور أساسا هي مشوهة بالنسبة إلى كثير من الأنظمة الخليجية لدى الشارع الغربي؟ وإلى أي حد أيضا تعتقد، هذه نقطة أخرى، بأنه الإعلام الغربي اليوم بات في مكان والشارع الغربي ومتطلباته وما يريده بات في مكان آخر؟ أنا أعتقد أن إعلامنا نجح جاهدا ونجح نسبيا بوضع حد لهذه الهيمنة الإعلامية. يعني هناك إطباق إعلامي استطاع أن يتسلل منه بالحد الأدنى من الإمكانات. أنا متأكد لو توفر لإعلامنا يعني إمكانات مثل المحطات الغربية لنجحت باختراق العالم الغربي أكثر. مثلا روسيا اليوم نجحت إلى حد ما، هناك دولة كبيرة وراءها استطاعت من طريق أخبارها والأخبار الأخرى. اليوم يحاولون إسقاط الإعلام الروسي، يحاولون إسقاط الإعلام السوري والإعلام اللبناني، كلنا مهددون لأننا نجحنا في كشف هذه الصور الزائفة التي قدموها. نجحنا في إسقاط الصور الزائفة مثلا اليوم بعدما انتشرت داعش وأصبحت وباء عالميا. لماذا سيرد الغرب؟ بس فقط سؤال، لماذا أيدتم داعش في البداية واليوم تتراجعون؟ طيب أيدوها لأنهم اعتقدوا إعلاميا أن الأمر أسبوعين ثلاثة ويسقط النظام، فالقبض على داعش. فإذ بهم يرون أن هذا النظام استطاع أن يكون هو المتراس الكبير الصامد الأساسي في كل منطقة المشرق العربي الذي أوقفه بتحالفاته وقدراته بصمود شعبه بإعلامه، استطاع أن يوقف هذا المد الكبير في الشرق الأوسط. لذلك الرواية الإعلامية سقطت. يعني مثلا من يصدق أن هناك إجماع إعلامي في أمريكا؟ إجماع كل مؤسسات إصداء الرأي وكل الإعلام قال أن كلينتون فائزة، كان يريد أن يؤثر على الناخب الأمريكي بالإيحاء والتقليد لكي يقول هكذا ناجحة، خلص تعالوا ننتخبها. لذلك سألتك، يبدو بأن الإعلام في مكان والشارع وما يريده في مكان آخر، حتى أصبحت هذه الوسائل غير قادرة على التنبؤ أساسا إذا ما أرادت التركيز على حدث. نعم دكتور، وهذا دليل على أن إعلامنا حتى الإعلام السوري استطاع أن يرسل أن يؤثر في هذه الهيمنة. نعم. والسلطنة واضح العالمية. واضح لذلك واضح. نعم. رأيت اليوم كيف يعني بدأوا يهاجمون داعش. من هي داعش؟ صريعتهم وريبتهم. هذا وزير خارجية إيطاليا يقول نحن سلحنا كلهم. وتحدث أيضا عن دور السعودية وقطر وزير خارجية إيطاليا السابق. نعم دكتور وفيق.
نعم. على كل حال سأنقل نفس الفكرة ولكن أسقطها في الشق السياسي للدكتور بسام أبو عبد الله. اليوم أيضا يتم الحديث عن نوع من الحراك الروسي الأمريكي، اتصالات على مستوى وزراء خارجية، الدقائق الأربع التي جمعت رئيسي روسيا وواشنطن، لكن كل ذلك والإدارة تتهيأ للتسليم والخروج، هل يأتي في إطار الحديث اللحظي العابر ولن يكون له تداعيات على مستوى تحقيق خطوة إلى الأمام في الاتجاه السياسي؟ لا أعتقد هناك خطوة إلى الأمام مع إدارة باراك أوباما، يعني هي راحلة ولن تستطيع أصلا أن تحقق أي شيء إلا أن تورط الإدارة القادمة بأشياء يعني أو بتركات. هذا ما تريد حاليا حقيقة؟ يعني قد يكون ذلك، لكن ليس بإمكانها الآن. هي الآن يعني تجري عملية تركيب الإدارة الجديدة كما نسمع ونقرأ، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب البارحة نيويورك تايمز تؤشر إلى أن وجود إرادة جدية حقيقية. صحيح. على ما يبدو على الأقل ما يعني ما نتابعه لديه يعني مقاربة جديدة للمسألة بسوريا، قال أنه تختلف عن أي شخصية أخرى ما طرح سابقا يعني، وبالتالي سنرى ما الذي لديه. لكن أساس هذه التحولات وتعقيب الإعلام ما جرى في الإعلام، أن الإعلام الغربي لم يستطع طيلة سنوات طويلة أن يقنع بمعنى رأي العام، وهذه أحد سقطات الكبرى للإعلام الأمريكي، بمعنى أنه حاول أن يقدم هيلاري كلينتون وأن يشوه ترامب كنموذج، أقول بأنه ترامب على علاقة برئيس بوتين، ترامب هو عميل روسي، ترامب هو كذا، هذا أتى بنتائج تماما. إذا سلسلنا الشجرة تمام، هذا أتى بنتائج عكسية على الرأي العام ولم يعطي نتائج إيجابية. الآن إذا أتينا إلى فيون في فرنسا نجد نفس الصيغة، أنه والله هذا قريب من رئيس بوتين، وكأن رئيس بوتين عم بيصنع عملاء يصبحوا رؤساء دول. هذا فيه الكثير من محاولة شيطنة الخصوم حتى لديهم هم في الداخل، ولذلك محاولة الشيطنة في سوريا ونظام السياسي ورئيس بشار الأسد. أنت تتحدثي عن 6 سنوات، إذا عدت إلى حجم ما استخدم من اسم الرئيس بشار الأسد طيلة 6 سنوات، أنت عم تحكي عن ملايين نشرات الأخبار والتقارير وهذا التصويب وهذه الشيطنة، ومع ذلك هذه الأساطير سقطت وهذه الأوهام سقطت. ولذلك الآن ما الذي سيفعلونه الآن أمام تداعي هذا الجدار السميك الذي بدوا خلال 6 سنوات هو محاولة العقاب. هل هذا سيكشف أكثر موضوع ديمقراطيتهم المزعومة؟ وهذا سيظهر أن الغرب عندما تؤذى مصالحه كما يقال ليس لا يعنيه لا ديمقراطية ولا حريات ولا حقوق إنسان، إنما يعنيه مصالحه في الأساس، وهذه هي معادلات العلاقات الدولية. صحيح. بالأساس صحيح. يعني. دكتور وفيق، العلاقات هذه هي العلاقات الدولية التي هي ربما أطلت الكثير من الأدوار الإقليمية في سياقها بالتحديد لتنفيذ الأجندة التي تريدها على الأرض، كما قلنا القتال عن طريق الوسيط. اليوم مثلا نحن نتحدث عن أطراف إقليمية سواء تركيا أو النظام السعودي أطروا في سياق دولي ليلعبوا دور مؤثر على الساحة السورية. الآن مع تغير نوعا ما يعني لا يمكن أن نعول عليه كثيرا، ولكن مؤشرات في المزاج الغربي، بعض العواصم الأوروبية بدأت تتحدث بشكل بعيد عما كانت عليه في بداية الحرب على سوريا، إدارة أمريكية مؤشرات على إيجابية نوعا ما في المناخ من خلال تصريحات على الأقل الإدارة الأمريكية. بالتالي هل سيتغير معها طبيعة هذه الأدوار الإقليمية، أم في لحظة من اللحظات يمكن أن نقول بأنها أفلتت هذه الأدوار الإقليمية من هذا السياق الدولي؟ لا تستطيع الأدوار الإقليمية أن تفلت يعني كثيرا، لأن الأدوار مرتبطة. يعني الدور التركي مثلا يعني تلاعب فترة طويلة بمساحات الممنوحة بالدور الأمريكي والدور الروسي والتفاهمات مع إيران، استفاد من هذه الألعاب. يعني إنما هي ألعاب مؤقتة. اليوم مع تغير الوجهة الكبرى للدولة الأمريكية، أنا أعتقد أن الدور التركي سيبقى منجذبا إلى هذا الدور، ليس لديه بديل آخر. البديل الروسي هام جدا، إلا أنه لا يؤمن ما تحتاجه تركيا على المدى البعيد. لذلك نعم، إنما أنا أود الإشارة فقط إلى نقطة. لا تصدقوا أن اليمين الأمريكي قد تغير. الذي تغير هو الدخول الروسي إلى الشرق الأوسط. هذا الدخول هو الذي يفرض، أنت تعرفين هناك مثال يقول البعوضة تدمي خرطوم الفيل، شوف البعوضة والفيل، وقد تسبب له التهابة خطيرة. لذلك روسيا اليوم في قلب الشرق الأوسط أي في سوريا، واستطاعت الدولة السورية أن تقف صامدة. لذلك الغرب مجموعة دول براغماتية، أمريكا دولة براغماتية كبرى، مظبوط كانت تقاتل وسط القوى الإقليمية، لكنها تجيد فن فتح الحوار عندما تشعر أن مشروعها لن يمر. المشروع الأمريكي وقف في سوريا، وقف ليس لأن
في هذا قد يعني قد يسهل او ترامب او الى اخره. نعم. وقف لان هناك دوله كبرى لديها مصالح هي الولايات المتحده الامريكيه لا تأبه لا بالانين السعودي ولا بالغضب التركي. تعرف ان مصالحها اليوم هي مفاوضه روسيا حول الدور الروسي الجديد في الشرق الاوسط. وهذا الدور الروسي الجديد الذي تماركه الدوله السوريه والذي ما كان بقدرته ان يؤمن هذا الحجم من العودة إلى المنطقة لولا دعم الدولة السورية وصمود الدولة السورية. لذلك نعم المنطقة مقبلة على تطورات جديدة، القوة الإقليمية مقبلة على أدوار جديدة. إنما الدولة التركية إلى أين؟ أنا لا أعتقد أن تركيا تغامر أكثر مما تفعله في موضوع سوريا. نعم. على كل حال دكتور وفيق، يعني عندما نتحدث عن هذه الأدوار سواء السعودية أو التركية، هذا الإسلام السياسي لا نعرف إذا كان سيكون بضاعة يمكن الاستثمار منها أو تحقيق ربح بالنسبة إلى البزنس مان ترامب أساسا، صحيح أم لا؟ الدور السعودي يعني معروف، السعودية تحاول تأمين أطر إقليمية في الإقليم للدفاع عن النظام السعودي. إذا أمن لها ترامب هذه المسألة فإنها ستسكت وتتواضع إلى الداخل السعودي. سننتظر ونرى دكتور وفيق. على كل حال أنا أقول لك شيئا، هذا نظام تافه، نظام السعودي يعني نظام لديه يعني كان مقدرة مادية تراجعة. اليوم يريد تأديب اليمن والعراق وسوريا، ماذا؟ هل لديه هذا الطموح للاستيلاء على كل هذه المنطقة؟ لا. إنه يعتقد أن يعني بصراعه مع إيران أن النظام هو هدف. نعم. على كل حال نعم دكتور وفيق، هو نظام تافه وديكتاتوري وهو من القرون الوسطى ووهابي. نعم. وهو أسر داعش كلها. وفيما تتراجع هذه الأدوار الإقليمية تتقدم أدوار قد تكون إيجابية ويعول عليها الكثير أساسا، لأنه تاريخها ينبأ بذلك. نتحدث عن الدور المصري الذي يبدو الآن بأنه أكثر وضوحا من أي وقت سابق، وخاصة باتجاه سوريا، وهذا ما سمعناه على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال وأكد أن بلاده تدعم الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة التعامل بجدية مع الإرهابيين ونزع السلاح منهم. ونقل موقع اليوم السابع المصري عن السيسي قوله في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي أن الأولوية لنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وأحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا، ندعم الجيش السوري وأيضا في العراق. وجدد السيسي التأكيد على أن إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا هو الحل الأمثل. عن أهمية هذا الدور نتحدث مع ضيفي عبر الهاتف من القاهرة الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور، يسعدني أن تكون معنا على هوا الإخبارية. أهلا وسهلا وبضيوفك الكرام. أهلا بك. اليوم مصر لم تعد تتحدث لا تلميحا ولا إشارات ولا رسائل غير مباشرة على كلام رئيس الجمهورية يتحدث عن دعم الجيش السوري. اليوم مصر تقدمت، ما عوامل ثقل هذا التقدم ولماذا الآن باعتقادك بهذا الوضوح؟ أنا في تقديري أن الموقف المصري من الأزمة السورية كان موقفا واضحا، ربما عملية الإفصاح عنه تتم بشكل أكبر بشكل أوضح نتيجة لعدد من المتغيرات الإقليمية والدولية، لكن بالذات منذ ثورة 30 يونيو مصر تقول باستمرار أنها مهتمة أساساً بسلامة الدولة السورية، أنها ضد التقسيم والتجزئة، ضد تحويل الحرب إلى حرب طائفية، وبالتالي يعني وبالذات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يعتبر أن الجيش في أي دولة هو العمود الفقري لهذه الدولة، وبالتالي عندما يتحدث الرئيس السيسي عن الجيش السوري فهو في واقع الأمر يقصد الدولة السورية، لأن انهيار الدولة السورية من بسبب انهيار الجيش معناه أن يعني تصبح الدولة تحت رحمة جماعات متقاتلة، جماعات إرهابية، جماعات لا نعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه، وسيحدث تصفيات مؤكد فيما بينها. ولذلك يعني سوريا كانت وما تزال جزء من الأمن الوطني المصري، وهي
متابعة تماما لما يجري هناك وتشعر بالقلق، ويعني أظن أن الرسالة وصلت إلى كل الأطراف أن القضية ليست قضية تغيير النظام في سوريا، أن القضية ليست قضية من يحكم بعد رحيل بشار الأسد، إنما هي قضية الدولة السورية أساسا، الحفاظ على هذه الدولة، وبالتالي الحفاظ على هذه الدولة يقتضي الحفاظ على جيشها. ومن هنا حديث الرئيس السيسي عن اهتمامه بسلامة الجيش السوري وعن رغبته في دعم الجيش السوري. أظن نفس الموقف مع يتكرر يعني هو نفسه مع. طيب هذا الدعم كيف يمكن أن نلمسه تحول في المرحلة المقبلة واقع على الأرض، وحتى لا نقول بأنه ما صدر من تصريحات دكتور حسن نافع هو مجرد شروح في الإعلان عن مواقف كانت ربما يعني يتم مغمغتها في فترة من الفترات أو عدم الإفصاح عنها بهذا الوضوح؟ يعني أنا يعني ليس لدي معلومات محددة عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه يعني التعبير عن الرغبة في دعم الجيش السوري، ولكن يعني من المؤكد أن هناك مساندة سياسية لوحدة الدولة السورية. مصر عضو الآن في غير دائم في مجلس الأمن، هي صوتت أيضا على مشروع القرار الروسي، وفي الوقت نفسه صوتت على مشروع القرار الفرنسي، بما يعني أنها مهتمة أيضا بالشعب السوري وبالبعد الإنساني. ولكن فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية، يجب أن تتم تسوية الأزمة السورية على أساس الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، على أساس الحفاظ على وحدة الدولة السورية. قضية اختيار النظام السياسي هي مهمة الشعب السوري، ولا يحق لأحد إطلاقا سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أن يفرض على الشعب السوري اختيار رئيسه أو زعيمه. وبالتالي موضوع فك يعني ترتيب الأوراق وفك الاشتباك بين القضايا المعقدة مسألة تهم مصر. أما يعني موضوع ما هو شكل الدعم الذي يمكن تقديمه إلى الجيش السوري، هذه مسألة يعني تحتاج إلى معلومات من مصادرها الأولية. نعم دكتور. لدي هذه المعلومات. نعم ابقى معي لو سمحت دكتور حسن نافع. دكتور بسام أبو عبد الله، الرؤية السورية الروسية الحالية للحل في سوريا وربما للنظر إلى كثير من الملفات تحتاج إلى دور إقليمي فاعل ليطبق على الأرض، هل لذلك تقدمت مصر الآن؟ وإلى أي حد تستفيد مصر كذلك من الدعم الروسي وحتى الإيراني لجعلها تستعيد دورها بعد أن كانت توصف رجل المنطقة المريض في فترة من الفترات؟ هلا ما من شك أن مصر ودعيني أتحدث بكل موضوعية، في مرحلة ما حاول البعض أن يصادر دور مصر ويجعله خدميا، كان يعتقد بأنه يمكن لمصر أن تكون يعني خدميا بناء على غب الطلب كما يقال للسعودية أو غيرها من دول الخليج. مصر أولا دولة أقليمية كبرى ودولة عربية كبرى ودولة إسلامية كبرى ودورها مهم. ليس الأمر يرتبط بالحالة السورية الدور التاريخي، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، مصر أيضا بما أحاط بها هناك تهديد للأمن القومي المصري بدأ يبدو واضحا. هناك تقسيم بدأ في السودان على حدوده، هناك انهيار للدولة في ليبيا وانتشار الإرهاب، هناك إرهاب موجود في شبه جزيرة سيناء يهدد أيضا أمن الدولة المصرية، وهناك الجناح الشرقي أي بلاد الشام. فتخيلي هذه الكارثة التي ستحيط بالأمن القومي المصري، وهناك تهديدات فيما يتعلق بمياه النيل من أثيوبيا. إذا الأمن القومي المصري كان معرض، ولا تستطيع مصر إلا أن تتخذ هذا الموقف الواضح. قد لا يكون صوت يعني هذا الموقف المصري كان لم يكن بارزا بهذا الشكل بانتظار ظرف سياسي، ولكل دولة ظروفها، وكنا نقول دائما إنه لمصر ظروفها، ولا نريد أن نطلب من الأشقاء المصريين يعني موقفا أكثر من طاقتهم لاعتبار ترتبط بظروفهم الاقتصادية وبالواقع الذي تحول في مصر سنوات الاضطراب التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية. لكن أنا أستطيع أن أقول بأنه دور مصر مطلوب ليس فقط سوريا، مطلوب إقليميا ودوليا، مطلوب من روسيا ومطلوب من الصين والولايات المتحدة حتى وفقا لما نرى في الدور المصري على الدور التركي الذي ذهب بعيدا باتجاه الهيمنة وباتجاه الـ يعني الغزو الدول الأخرى وباتجاه المشروع الإخوان
المسلمين وغير ذلك. لذلك نعم. أنا أعتقد نعم. الدول المصري هو تاريخيا هو الأقرب لقلوب العرب، يعني مرتبط بمرحلة جمال عبد الناصر. وذلك إذا تحدثت عن يعني من سوريا وإذا من قلوب السوريين. تمام. وإذا نعم. تحدثنا عن دور الفن والمسرح والثقافة نعم. وتأثير مصر اعتدال الأزهر وكل ذلك هو مطلوب للمرحلة القادمة قولا واحد. صحيح. على كل حال سؤال لك دكتور حسن نافع قبل أن أذهب للدكتور وفيق إبراهيم، يعني هذا الدور المأمول أن تقوم وتلعب به مصر تتقدم إلى الأمام، إلى أي حد تعتقد بأنها ستكون متحررة من الأثقال التي ربما فرضت عليها فرض نتيجة الظروف، وخاصة علاقتها بدول الخليج وعلى رأسها السعودية، أم ربما يعني كما يذهب البعض بأنه مصر في هذا الدور حتى لن تخرج من القيد السعودي، وبالتالي ستمارس دور تلعب فيه في المنتصف مسافة آمنة من الجميع؟ يعني يجب أن ندرك أنه لن يستطيع أي طرف بعينه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أن يحسم الصراع في سوريا أو يحسم الأزمة في سوريا. لن يكون هناك حل عسكري يمكن فرضه، وبالتالي الحل السياسي هو الأساس، ومصر تريد حل سياسي للأزمة السورية، لكن حل سياسي يحافظ على وحدة الدولة ويجعل الشعب السوري هو سيد قراره وسيد اختياره فيما يتعلق بنظامه السياسي. أنا أتفق مع وجهة النظر القائلة بأن الموقف المصري من الأزمة السورية هو موقف تمليه المصالح الوطنية المصرية. النظام السياسي القائم في مصر حاليا هو جاء عقب صراع مع جماعة الإخوان المسلمين، ورؤيته ل يعني التطرف الديني في المنطقة يعني يحكم هذا الموقف ليس فقط من الأزمة السورية وإنما من بقية الأزمات. مصر ترى والنظام السياسي الحالي في مصر يرى أن هناك دول تتفتت في العالم العربي، في على حدود مصر الشرقية تبدو ليبيا حتى هذه اللحظة دولة فاشلة ويمكن أن يتدفق منها السلاح والإرهابيين، ولذلك هي أيضا تدعم الجيش الليبي وتريد أن تستعيد الدولة الليبية وحدتها. نفس الشيء يحدث في مناطق عربية أخرى، ولأن الوضع في سوريا حساس جدا وانفراط عقد الدولة السورية لا قدر الله سوف يؤدي إلى انفراد كل منطقة المشرق العربي وسيشكل خطورة حتى على دول الخليج التي يبدو أنها مدفوعة بدوافع أخرى غير المحافظة على وحدة وسلامة المنطقة. ولذلك يعني المحافظة على الأمن الوطني المصري تتطلب من مصر أن تنظر إلى الأزمة السورية في هذا الإطار الذي تحدثت عنه. لكن طبعا الكل يعرف أن هناك مشكلة اقتصادية في مصر، مشكلة اقتصادية حادة، وبالتالي هناك قيود على حركة السياسة الخارجية المصرية. لكن هذا ليس معناه أن مصر يعني يمكن أن تكون دولة تابعة لأي طرف إقليمي، وإنما هي تنسق مع من يستطيع أن يدعم رؤيتها السياسية، ولذلك هناك تنسيق يعني على المستوى الإقليمي. نعم دكتور. تنسيق على المستوى الدولي وأظن أن هناك يعني تنسيق مع روسيا في هذا الإطار، وليس هذا وليد اليوم وإنما هو يتم منذ فترة طويلة. لكن لن تستطيع مصر وحدها أو أي طرف إقليمي أو أي طرف دولي أن يحسم الأزمة السورية، ولذلك القضية تتعلق بالتنسيق مع الأطراف التي تستطيع أن تؤثر بشكل فعال لتجعل من التسوية السياسية التي تتفق مع متطلبات الأمن الوطني المصري شيئا واقعا على الأرض. نعم شكرا جزيلا لك دكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ونتمنى فعلا أن تستكمل مثل هذه المؤشرات الإيجابية التي بدأت اليوم أكثر وضوحا بخطوات على الأقل دبلوماسية في المرتبة الأولى، تفتح أبواب السفارة المصرية، يكون هناك تبادل في الزيارات على مستوى رفيع وعالي ما بين رجالات الدولة في العاصمتين. شكرا جزيلا. أعود لك دكتور وفيق إبراهيم.
الكريم، يعني عندما يقول لك دكتور حسن نافع المحافظة على الأمن القومي المصري يتطلب مثل هذا الموقف الذي تم اتخاذه اليوم باتجاه سوريا، وتحدث عن أيضا معاناة اقتصادية، ربما هموم اقتصادية، طيب وكأنها تمشي في حق الألغام اليوم مصر، كيف عساها أن تتحرر من هذه الأثقال المفروضة عليها مع دول الخليج نتيجة الوضع الاقتصادي، وتقوم بدور متحرر من هذه الأجندة السلبية جدا التي تفرضها نفس هذه الدول الشريكة لمصر أو الداعمة لها بين قوسين، لا نعرف الآن حجم الدعم أساسا المقدم. مصر راغبة بأداء دور إقليمي، لكنها الحقيقة غير قادرة، لأن القدرة تعني أن تمتلك مصر سياسات وليس موقفا سياسيا معارضا، اقتصاد ويعني مسألة عسكرية. الحقيقة أن الدور المصري سيكبر لاعتبارات تتعلق بالتفاهم الروسي الأمريكي، يعني عندما في مرحلة ترامب عندما يتم تفاهم بين الروس والأمريكيين سيكبر الدور المصري تلقائيا، وسيزيد حتى على الأمن، على ضرورات الأمن الداخلي التي تتكلم عنها الدكتور نافع. لا، سيلعب دور البديل عن دورين التركي والسعودي فقط إذا في حالة تم تفاهم روسي أمريكي، لأنه بحاجة إلى دورة عالمية كبرى وازنة لها في تاريخ المنطقة، لها في كل شيء. وهذه هذا البلد يصادف أنه مصر تحديدا هو البلد الأكبر كما قال الدكتور بسام، البلد الأعرق، البلد الأقدم، عنده قدرات يستطيع أن يثمرها، أكيد ضعيف اقتصاديا في المرحلة الراهنة، إلا أن البديل هو التفاهم الروسي الأمريكي المقبل الذي لن يعطي اعتمادا جديدا للدور التركي، لأنه دور عدواني إرهابي، ولن يعطي دورا أيضا للسعودي، لكنه سيطمن السعودي إلى أنه في الداخل محمي، ليس فقط بالمعاهدة معاهدة كوينسي 1945، إنما أيضا بالتفاهم الروسي الأمريكي. هذه التسوية على المستوى الإقليمي. لذلك نعم، مصر قد تعود إلى دورها إذا تم هذا التفاهم، وهو دور. أنا أود فقط أن أضيف نقطة لمسألة الجيوش سيدتي. الجيوش في منطقتنا المؤسسة الوحيدة التي تعبر عن المجتمع بكل تلاوينه وتضاريسه وفئاته وطوائفه، فقط الجيوش زائد قزل داعش في سوريا، هاتان المؤسستان هما الوحيدتان اللتان تعبران عن كامل سوريا، في جبل العرب، في دير الزور، في درعا، في حلب، في الساحل، كل هذه المناطق موجودة في الجيش العربي السوري وموجودة في الجيش العربي المصري، ودمرت الجيش الليبي لكي تسقط ليبيا، ودمر الجيش العراقي لكي يسقط العراق. لذلك هذه الجيوش مستهدفة فقط لإثارة كل التناقضات الموجودة. نعم دكتور. مجتمعاتنا. نعم أشكرك. نعم. بالعودة إلى مسألة مصر. نعم. مصر باختصار لو سمحت. وعائدة إلى 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 أداء دور من خلال تحالفها التفاهم الروسي الأمريكي والتحالف مع سوريا. لذلك هذا هو المنطلق الجديد الذي نأمل منه أن يعيد التوازن إلى المنطقة العربية بأسرها. نعم. وليس فقط إلى مصر وسوريا. نعم، والكل يأمل ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ الإعلام بالجامعة اللبنانية دكتور وفيق إبراهيم، كنت معنا عبر السكايب من العاصمة اللبنانية. نعم. بيروت. سؤال أخير ربما لك في هذه الحلقة دكتور بسام أبو عبد الله، يعني بالعودة إلى ما قال وزير الخارجية السوري بأنه لاستعادة العلاقات أو ليكون هناك دور مصري مكتمل وناضج بقي لنا خطوة تقريبا، خطوة صغيرة، ما هي هذه الخطوة؟ وهل يمكن فعلا أن نشهد علاقات دبلوماسية على مستوى وزراء الخارجية لأنه على هالأساس تفتح السفارة؟ أنا أعتقد هو يعني كي تستطيع مصر أيضا أن تلعب حتى في الشأن السوري، أنت لا تستطيع أن تحضر بين كل المعارضات في القاهرة ولا تفتح خط مع الدولة السورية والحكومة السورية إذا افترضت أن يكون موقفك متوازن. هذا كان طبعا ما من شك، لكن العلاقة السورية المصرية يجب أن يعرف الجميع لم تتوقف على صعيد الجيشين ولم تتوقف على صعيد جهازي الاستخبارات، كانت مستمرة حتى في عهد الرئيس المخلوق محمد مرسي، لكن المرحلة القادمة أنا أعتقد أنها هي فتح الخط الدبلوماسي بشكل بارز. وأنا لاحظت أنه حتى يعني القائم بالأعمال السوري في القاهرة أدلى بحديث صحيفة الأهرام، وبالتالي يعني بدأ في انفتاح. لذلك السيد وزير الخارجية يعني
أعطى قال بقي خطوة واحدة ويصل. عندما سأله الصحفي المصري عن ذلك قال بقي خطوة واحدة تصل إلى البرلمان. هذا مفيد ليس فقط كي لا نقول لسوريا، هذا مفيد لسوريا ولمصر والمنطقة العربية. ولذلك أنا أعتقد هذا الأمر، وأصلا بالتعاون حتى في الجانب الاقتصادي مصر نستطيع أن نستفيد من بعضنا البعض أكثر ومن القوى الصاعدة في المنطقة والعالم. شكرا جزيلا لك دكتور بسام أبو عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق، على حضورك في استديو الرئيسي. شكرا جزيلا لك. إلى العناوين. وحدات من الجيش العربي السوري تحكم سيطرتها على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة وتقضي على العديد من الإرهابيين بريفي درعا ودير الزور. خروج دفعة جديدة من الأهالي معظمهم من النساء والأطفال من أحياء حلب الشرقية. موسكو تشدد مجددا على أهمية القيام بخطوات عملية للفصل بين المعارضة والإرهابيين في سوريا. دائما يمكنكم متابعة كل ملفات استديو الحدث عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وصفحتنا على الفيسبوك. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة ودائما على هوا الإخبارية السورية. لكم تحيات فريق العمل، في أمان الله.